ثمة من يعاني لأن مجتمعه لا يشبهه، وثمة من يعاني لأنه لا يستطيع أن يظهر حقيقته. هل فهم هذا واحترامه وتقبله والتعاطف معه صعب إلى حد انتهاك حقوق من لا يريد من الحياة سوى أن يعيش من دون أن يؤذي أحداً؟ فكل مختلف سيبقى مختلفاً وجميلاً في اختلافه، كل مختلف سيبقى متسلحاً بحقه في العيش كما يريد، كما يحب، كما يختار وكما يحق له.